نرجع للمناجم حقتنا ونجمع، لاني محتاج طلقات اكثر واكثر واكثر. طيب هالحين لا هلا 21 طلقه، ما ادري تسوي شيء ولا. خذ 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 خذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، معكم عبد الله او كرم بي 203. اليوم معنا حلقه 33 من لعبه 7 days to day او 7 ايام الموت. وطبعا الحلقة اللي فاتت انهينا المبنى حق المقاومة حق الزومبي، بس يعني فيه باقي خفايف بسيطة وباقي اقتراحاتكم، لان صراحة جدا اقتراحات بالتعليقات صراحة ممتازة وما تطري على البال. لكن للأسف انا ما امداني انفذ شيء، في اشياء اهم لازم نسويها، لان اليوم 48 على ما اعتقد، الا 48 انا ما دخلت على اللعبة لحد الان، 49 ليلة دموية، يعني ما يمديني نسوي شيء. في من ضمن اقتراحات اني اسوي الخندق، انه ارضية الخندق والجوانب كلها من ستون او السمنت او الكنكريت، لكن ما يمدي بالوقت الحالي، لكن ان شاء الله برد بعد الليلة الدموية. وطلب 30 لايك، صراحة جبت 30 لايك، بس للأسف الاسبوع الثالث، لان الاسبوع الاول 22، الاسبوع الثاني 28، يا الله الاسبوع الثالث جت 30. عاد مره هذه ما ابي اطلب منكم لايكات، انتم مزاجك، حط لايك ما تحط لايك عادي. المهم اهم ما عندي، اذا انت جديد على القناه اشترك، ويلا عشان ما اطول عليكم كلام يلا نبدا حلقه. قبل نبدا مقطع يا شباب، مع ان الحركه هذه يسوونها بالعاده المشاهير، يعني يطلع لك اما اعلان نون مده دقيقه كذا خط احمر يمشي، ولا اعلان امازون. لا انا والله صراحة اول واحد جاني يسوي اعلان، واخر واحد برضه قبل تقريبا فتره جاني وقت عندي 2900، قال يعني يطلب مني اني اعلن شركه تداول، وانا ما عندي اي عدد ما عندي اي شيء. وريكم صوره رسالته ووريكم ردي عليه. لكن انا اليوم عندي مبادره، هذا صاحبي وجاري برضه سوري، وكشفت قبل كم فترة، قبل 4 شهور تقريبا، كانت أمه مصابة بالسرطان، الله يشفي وقومه بالسلامة. وطلب مني أني أنشر تقريره أو شيء أنه عشان بس تدعو له بالشفاء العاجل. أنا قلت طيب في حساب أنزله، لأنه بعد يشكي من مشكلة أنه الجلسات العلاجية غالية، ويعني الله يرزقه إن شاء الله، ما عنده أي شغل ولا مشغلة. قلت بنزل حسابك شيء، قال لا انا اهم ما عندي يدعو له، ولا اذا تواصل معك احد عادي وصل رقم يمه. طيب مثل ما قلت لكم ابيكم تدعوا له بالشفاء العاجل، وعسى الله يقومه بالسلامه ان شاء الله ويشفيه ويكفيكم الشر ان شاء الله ويبعد عنكم كل مرض. يلا نبدا المقطع. طبعا يا شباب الاشياء المهمه ان الطلقات حقت الرشاش ما عندي الا تقريبا 30، لا ها الا 30 او اكثر من 30، بس ما تكفي الليله الدمويه. حاولت اني اجمع الجم بودر او اجمع الكول مع الماده هذه نخلطه معه ويصير نصنع منه طلقات، بس للاسف 150 واظن ما تكفي، ولازم نصنع اللي هي الظرف الفارق. نبي نحاول نصنع كم، ابي اصنع هنا عشان بشكل سريع، لاني لازم اطلع الحين وجمع، لازم اطلع وجمع من الجمبودر، مو الجمبودر الكول اهم شيء، الكول هو اللي شوي يعني بصعوبه لازم نروح للمنطقه المحروقه. بس الحين وش الثاني نلقاه ان شاء الله، نحصله كذا نفس نظام الايرون اللي بالصخور نلقاه، يعني ما هو ذيك الصعوبه. طيب ايه انا عندي نسيت جمعته وما بديت اصنعه للاسف، واللاعب صار ثقيل عندي، ما ادري وش السبب، ما ادري وليه. طيب وين حطيت؟ اي هنا، لا وين راح؟ اي هذا 700 من هذا و457 من الكول، ويلا نبي نخليه يصنع ونبي نجيب الزيادة عشان نصنع اكثر. طيب وين شلون؟ وين راح؟ اي هنا كم يطلب 2 كول و2 من والله ما ادري وش اسمه بودر هذا.
طيب كم يصنع؟ حلو 228 حلو تمام. نبي نخليه يصنع ونبي نخلي هذا معه، خليه لحد ما نجي عشان اصنع كمية طلقات اللي تكفي الليلة الدموية، لان انا اكبر مشاكل عندي الطلقات وعطل السلاح. لكن عطل السلاح عادي نحسب له الف حساب، راح نصنع الصندوق، صندوق عدة اللي يصلح السلاح. طبعا كملت السلك الشائك او الورطة هنا، كملت دار ما دار على المبنى وخلاص صار جاهز. بس باقي بغيت اسلم، بس باقي اني ارصف الارضية والجوانب اللي هنا ارصفها، لكن ان شاء الله بعد الليلة الدموية احاول اني اسويها. لكن الحين زي ما قلت لكم ما معي وقت. طيب نبي نروح ندور الكول، الكول بالمنطقة محروقة. انا اقدر القاه بالارض بس بصعوبة، يعني بصدفة تلقى اكثر داخل الارض، بس للاسف يعني بصعوبة، يعني تلقاه كذا انت تدور حديد تلقاه كذا يطلع لك فجأة، طلع منه اكثر من الكمية اللي نجيب من المنطقة المحروقة. طيب حلو، الحين دخلنا المنطقة المحروقة واللي يبين انه حتى الجو يتغير معه. طيب باخذ لي اسلحة ثانية مثل هذه عشان اوفر طلقات، لان اقوى سلاح معي هالحين الرشاش وما ودي اضيع طلقات. حلو طيب حلو، ظن جمعت بالمنطقة هذه، بس باقي باقي. حلو الشجر يجيب شيء؟ اي يجيب، يجيب الشجر. اتمنى ما يجيني شيء فجأة، دب، كلب، زومبي ولا ذيب، لاني اخاف منه اكثر من الزومبي صراحة، من سريعات وما حتى الدمج عنده عالي. وين؟ حلو انهيناه. طيب هنا كول. حلو. طيب بحاول اجمع اكبر كمية وارجع لكم، بس بشوفه شيء بشيك ما في شيء. انا شفت شيء منطلق من هنا بس ما ادري، يمكن غزال، يمكن صيده بنفس الطريق. نحتاج للاكل بعد، استهلكت صراحة اكل عندي. حلو يا شباب، اعتقد الكمية هذه يعني ما هي كافية، بس كذا لا بس اشم بلاش. هالحين باقي البودر هذا الابيض، اتذكر اماكن يعني قريب للجبال كذا تشوفه واضح بشكل واضح. حلو طلع من المنطقة، من اليوم ظلام ومطر خفيف، الظاهر كل الدنيا مطر، الله يستر تما جاء ضباب. الله يستر. طيب ابي ادور البودر هذا ويمكن القاه، ما ادري صراحة. المشكلة دايم القاه، دايم القاه بكثرة وما نيمه. ايوه هذه، لا هذا ستون عادي او ايرون، لا ايرون، ايرون هذا. حلو ما لقيته لحد الان، لكن لقيت هذا، شوف كم يطلع منه. بس الصخرة هذه الصغيرة تقريبا 60 الظاهر. طيب الحين هنا اذكر شايف واحد قريب هنا او بعد البيت، هو القاو بكثرة القاو، بس المشكلة اني انعمي عنه احيان. وثاني شيء المطر له دور، المطر والظلام كذا ما يبين معي، لكن ان شاء الله نلقاه هنا. للأسف ما لقيته لحد الآن. ما أدري، ما أدري، ما لقيت شيء، لكن أدور إن شاء الله. وإذا ما إذا اضطريت إني أنتظر لين يجي الصبح أو لين يروح المطر، حتى المطر يعني ليل ما راح ألقى شيء. حلو الحين جاء النهار وراح يبين معنا بسهولة، بس المشكلة هجم عليها الهورد هذا. هنا اذكر فيه او لا، طيب خلونا نفقع بطن الدبة هذه. لا طيب هالحين ندور صح. ايوه هذا هو، اخيرا اخيرا لقيناه. هذا تشوفون شكله كانه كريستال. ايوه حلو. طيب وافضل شيء جاني بالتعليقات انه خلاص اذا انكسر كذا راح تحفر تحت، سواء سواء النوع هذا او الايرون، يعني راح حفر تحت والقى اكثر واكثر، راح القى منجم منه. بس انا اظن الايام الفاتة شلت بس ما هي بالطريقة هذه،
بطريقه غلط، اشيل فوق وامشي كذا على عجله على السريع ما في. طيب لا معقوله يخلص بسرعه؟ طيب كم معي الحين؟ كم جبت؟ كم معي؟ كم 100 على ما اعتقد، ما ادري والله. الحين 600 والله شيء طيب صراحه. طيب نحفر نطلع الباقي. في تحت، في تحت. تونا ما وصلنا نهايته، بس اتمنى استمنى تساعد شوي. خلونا حفر عشان يمديني اطلع بسهوله. اوه تحت الدنيا مليانه منه. طيب اتمنى ما يجوني زومبي وانا بالحفره هذه، راح انحشر. طيب الحين نبدا الحفر، بس ابي اخذ لي شيء يقوي ستامينا. ستامينا يزود 40%. بس المشكله صارت الرؤيه كذا، الحين ما اشوف للاسف، ما اشوف الحين، ما ادري وش الحفر عليه كذا. اضرب على حظي. طيب حلو، كم جمعت انا الحين؟ بشوف كم جمعت. حلو 1000. حلو تمام. طيب ولازم احافظ المكان هذا، لازم احفظ المكان هذا ونحط عليه كذا علامة منجم. طيب تمام الحين اوكي، نعطيه اوكي. حلو حفظناه. طيب وين الثانيات؟ اي لا ما يختفنا شو. طيب يلا الحين بوجه البيت وبحاول اني اصنع باسرع وقت اصنع الجن بودر والطلقات. طيب حلو، هالحين اظني احتاج اني اصنع اكثر من هذول. هذه خلنا نسوي 100، وهذه برضو 100. حلو، ناخذ الباقيات اللي هنا. طيب نروح هنا، وكم عندي 300. ما صنعت طلقات، اي طلقات؟ طيب انا ابي الطلقات هذه بس. طيب ناخذ هذا. كم يمدينا اصنع؟ 50، لانه بس معي 50 ظرف فارق. طيب نخلينا نصنع ونجمع الباقيات واصنع الباقيات. اي ابي اصنع الجن بودر. طيب هذا الجن بودر، كم معي؟ 400 كول. وين اي هذا؟ 240 بس، والله احتاج كول واجد صراحة. فكرت بشيء احسن نسيته قبل شوية، ما انا القى الصخرة حقت الكول. اعتقد ان نفس الطريقة يمكن القى تحته، هذا ماني متأكد منه، بس بحاول اني ابحث عن مكانه وابي ارجع التسجيل، ابحث عن مكانه ويمكن القى تحته منجم فحم. حلو يا شباب، اعتقد اني لقيت مكانه. شوفوا المكان، اكيد يعني نظريا نجحت. شوفوا الكول، كمية الكول راح القى يمكن اكثر من الاول، اكثر من الاول اللي انا جمعته وخذيت وقت وانا جمع عند الارض المحروقة، القى اكثر ان شاء الله. شوفوا على طول 154. حلو، هذا وشو؟ ستون؟ لا كول بعد، كل الارض كول. هنا بسوي منجم، راح اسوي منجم ثاني للكول. كم 200؟ يعني خلال لحظات اجمع اكثر من اللي ضيعت وقتي وانا اجمع بالارض المحروقة. بس الله يستر ما جاني شيء. لا هنا. حلو كم جبت الحين؟ الحين لازم احفر المنطقة. خلاص عندي الحين منجمين عشان اقدر اصنع الجن بودر او البودرة حقت الطلقات. طيب لازم احفر مطلع عشان يمديني اطلع بسرعة، لو جاني احد ما ينزل علي كذا بسهولة. حلو طيب هنا، وراح نلقى اكثر واكثر تحت، ما راح ينتهي بسهولة، ولا ينتهي ولا اعتقد انه ينتهي. طيب نبينا مشروب غير المشروب الاول. في هذا كم يعطيني ستامينا؟ ستامينا في صوت، في غيره؟ ما في غيره. طيب يا تعال بسرعة ولا ابعد عني. طيب الحين
يلا نجمع نجمع على السريع نجمع على السريع عشان اصنع الطلقات، انه خلاص خلاص دخلنا الليله، خلاص الليله تعتبر 49، الليله 49. حلو حلو كميه الكول، بس كانه في كميه ستون اكثر، بس عادي ما في مشكله. احنا بالاول والاخير نحتاج الكول اللي هو هذا اللماع هذا، يا استمنى على معاناتي كلها مع استمنى. والله رحت تحت صراحة، لو جون زومبي يطبقون علي خلاص انا راحت علي. حلو كم معي الحين؟ اوه 800 كول، حلو 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 حلو. طيب الحين يلا بطلع، يمديني يمدي يمدي؟ لا والله ما يمدي للأسف. نكسر هنا نكسر هنا، خلاص طلعت الحين. هالحين معي 900 خلاص يمديني ان شاء الله اصنع كمية كويسة باذن الله انها تكفي. طيب هالحين وش عندي وش عندي غير الطلقات؟ غير الطلقات احتاج اصنع اكل، ابي اصنع لحم بالبيض، بس يلا اجي البيت عاد وابدا اخطط الليلة الدموية. صح طيب يا شباب، بعد وقت تصنيع للاسف هنا 300 وهنا باقي 136، ما اعتقد الكمية تكفي، لان 300 هذه 100 طلقة تحتاج مني 300 جنبودر و100 من الظرف الفارق و100 من راس الطلقة هذه الرصاصة. طيب وهنا للاسف بدأت تتخلص الموارد، لا هنا 400 اشوى يعني، لا بس لا بس. هنا كم عندي اللد؟ هذا يحتاج لا لد واجد صراحة. واذكر انه عندي هنا بسم الله العنة، وينه وينه تصح تجمع علينا الزومبي هذا. حلو ماته، شكله جمعت خلاص، شكله ما حيتجمعوا. ايه هذاك واحد جاي من بعيد، خلونا نعطيه بهذه. لا الرشاش حول طلقتين ضيعتن، شكلي يحتاج 1000 طلقة مع الليلة الدموية. صار هذا هذا الايم عندي. طيب يا اخي ريحنا يا اخي خلاص. هلا 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 هل. كذا بضيع الطلقات لكن مالي الا خلونا ضرب نقضي ضرب الليل. حلو انت انت ما تبي تموتين؟ طيب تعال انت. هذا صراحة صعب. خذ هذه بعينك. حلو انهينا. لا والله ما انتهى الكلب. انتهى. اوف استمنى راحت عندي. وين وين الباقي؟ حلو هذا الجنتل هذا يمشي شوي شوي. احسن واحد انت يا اخي، تمشي شوي شوي ما تستعجل وما حتى مضبط. شلون مات؟ والله ما سويت له شيء. طيب على العموم وش كنا فيه؟ ايه على اساس اني تذكرت. ايه اللد، ايه نحتاج لد زيادة. هذا اللد 1900، خليه هنا عشان يصنع. للأسف الفيلم هذا لحد الآن ما شغلته. نحتاج نصنع. كان سمعت صوت ضرب أو لا؟ طيب 100 وهنا 100. حلو. طيب وهنا خلصوا. بقى 48 عندي 400 هنا. طيب. وش البرق خلاص احنا تونا دخلنا اليوم، دخلنا اليوم يعني الليلة، يعني الساعة 22 تبدأ الليلة الدموية، يبدأ الهجوم. طيب خلونا نضرب هذا من بعيد مع الظهر. تركض ولا ما تركض؟ مع حلو. طيب وش فيه وش فيه وش فيه؟ فيه احد غيره؟ ما في احد.
حلو مات. طيب وش كنت ابي؟ ايه كنت ابي عده حق التصنيع تصليح السلاح. طيب وش متطلبات يا ريت؟ ايه هذه هي تطلب مني اللي هو واحد شطرطون واحد الفورجد ايرون، ما معي شطرطون، لكن وش يحتاج شطرطون؟ ايه كلوث عندي هنا، هنا في شمع عندي وين؟ ايه هنا في كلوث بس احتاج زيادة. عندي انا عندي النبتة هذه تطلع الكلوث بس ما ادري وين شلتها. ايه هنا 32. طيب نشيل منهم 29. حلو. طيب يلا الحين ابي اصنع الشطرطون. طيب خلوه يصنع على ما بالي خلص. نشوف هنا التصنيع صار عليه حلو 400 هنا. تمام نبي نشوف كم عندي هنا طلقة او ظرف فارق. حلو تخلص عشان مرة واحدة، مع انه ما تكفي يعني 200 ما تكفي. يمكن هذا احتمال يعبيني 150 على ما اعتقد، كذا يعبيني 150 ماني متأكد، لكن يلا نشوف اذا خلص. طيب حلو يا شباب الحين 200 ومعي 400 جن بودر، يمكن يمديني اصنع 150 على ما اعتقد، 150 طلقة. انا اهم ما عندي طلقات الرشاش هي اللي ابيها. كم؟ 151 يعني جيد برياضيات الا واحد شيء بسيط بس. طيب نصنع على هذول، هنا عندي 93 حلو، وهنا 50 او 56 يعني هنا 160، هنا مع هذول 160 تمام. وهنا والله ما ادري ما عاد بحسب قوة. طيب الحين محتاجين جنبودر، نرجع للمناجم حقتنا ونجمع لاني محتاج طلقات اكثر واكثر واكثر. طيب الحين لا هذا لو غلط، يا ساتر، ترى معي رشاش راح ابعد عني اشوالك، بس 21 طلقه ما ادري تسوي شيء ولا. خذ بسهوله، خلاص انهيته، خلاص ما اخاف منه الحين. زومبي ولا عادي؟ لا شكله زومبي. طيب خلونا ناخذ سكين، اذا هو زومبي كويس اني في مشروع مزرعه براسي يعني بعدين ان شاء الله. انا اجمع لحم الزومبي هذا، اللحم الفاسد. لا والله لحم عادي حلو، اكل كل شيء نقبله، خلاص كل شيء اقبله من لوت موارد كل شيء اقبله. طيب ايه وين كنت؟ وش كنت بسوي؟ اي كنت ابي اجيب من المناجم حقتي اللي هو الكول والبودره حقت. وين الدباب؟ اي هذا الدباب. حلو وش معي؟ حلو. طيب خلونا نروح. حلو. شوف فريت الماب فر عشان ادور هذا، وباخر شيء بالاخير عند بيت وحده. حلو تمام. طيب خلونا نكسره يعني ننقل مكان المنجم، ولا خلي بعدين احل المنجم اللي هناك لين اسحب كل شيء داخله وبعدين ارجع له. بما انك وصلت الدقيقة هذه وانت مركز مع المقطع، ايش رايك بخبر حلو؟ الخبر حلو ان المقطع عليه مسابقة سرية، يعني ارجع عادي كمل المقطع وارجع من البداية اذا خلص المقطع وشف ركز بالفيديو. اعتقد يمكن بعضكم صاد الرقم او الكود، في كود من 6 ارقام او احرف، يعني جمع الكود كذا مشكل ارقام واحرف وارسل لي على الانستغرام. هذه مسابقة سرية للناس المركزين، ولا تنسى اللايك وانشر لي، جيب لي 2-3 مثلك يا وحش. يلا نكمل المقطع. هذه نخليها، هذه خلاص واضحة، هذه عند البيت. إذا ضيعت ولا شيء ما أدري شلون تذكروني، ألا إذا بث يمكن تذكروني. طيب المنجم وين؟ وحق المنجم يسيده، ها؟ يسيده هنا سيده. طيب يا شباب هالحين لازم أحفر عشان أطلع بسهولة وأرجع بسهولة، أو ما يجي هورد زومبي يطبق علي بالحفرة كلها من دفعة واحدة هذه. لا الجوع، صوت الجوع، حسب انه زومبي. طيب هنا، طيب انا وليه ما احط اللي هو الوود فريم وسلم عشان اطلع ولا ارجع بسهوله؟ بس ما ادري احس انه حفري عشوائي كذا يكون يخرب، ما يمديني اسوي اللي هو السلم او الوود فريم او ما استفيد منه هنا. لا 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 وقف، صدق. طيب
لا هذا ستون هذا. طيب هذا كنزنا. هي استمنة. هي استمنة. طيب ناكل يمكن ترتفع. عطشت بعد. حلو تمام. وعسى معي مكان بس. لا معي مكان. معي مكان. طيب خلونا نشرب هذا. عادي لو ننعمي. بس يزود الاستمنة معي ما تنزل بسرعة مثل ما تشوفون. بسرعة ترتفع. حلو شوفوا الكمية. شوفوا الكمية. يمين يسار. صراحة ما انسى المعروف اللي اعطاني المعلومة هذه اني القى اي شيء اكسر مثل ايرون او هذا النوع منها. هذا ايرون. هذا برضو ايرون. توي نتكلم بالايرون. ايه اللي علمه قال لي اذا كسرت الايرون او اي شيء فوق الارض تلقى تحته نفس الشيء. يعني تلقى منه منجم. وما قال لي منجم وتلقى يقول يعني زيادة. بس ما اعتقدت انه بالكمية هذه. بس مشكلتي الوحيدة استامينا ولازم اطوره. لازم اطور استامينا صح. ايوه هالحين وشون بطلع. اعتقد انه لازم الودو فريم. لازم الودو فريم. طيب كم جبت انا؟ 700. خلونا نجمع زيادة بما انها ارتفعت استامينا. وابي اشرب ماء عشان العطش مثل ما تشوفون عطشان عند اللاعب. اشرب 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 الكمية كلها. حلو. لا قمت كسر ستون كذا. هنا حديد وهنا تحته على طول او وين؟ اي هذا 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 البودر. حلو اظن خلاص اكتفينا. خلونا نطلع. وين نطلع؟ اخاف اني اطمر ارجع مطري سحلق. لا 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 ايوه تمام. طيب الحين كم معي؟ 960. حلو وباقي واجد. انا بس عشان الوقت ما يداهم مثل ما تشوفون رقم احمر 49. هذا الرقم احمر. ويلا ومحتاج فحم الحين. الفحم عاد دد المكان بدون اي تحديد. بس لازم احدده عشان ما انسى. ولازم سوق زين برضو. حول اقوى الا بالله. طيب شله 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 معك. الحين نروح للمنجم الفحم. اي هذا هو. حلو بس يا رب استامينا تمشي معي صح. اوه والله بعيد 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 بعيد. خل الحفر. كمية الفحم. اوه يا سلام. 26 30 60. طيب يلا كسر كسر. هذا ستون هذا. بس عاد لازم نوسع الكهف شوي. هنا هنا في فوق. حلو 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 حلو. كمية طيبة. كمية طيبة. ابي نفس الكمية اللي معي يعني 960 ولا 1000 كذا حب. ليفل. حلو. كم وصلت ليفل انا هالحين؟ هذي وش هذي؟ لونه كأنه نفس البودرة اللي قبل شوي كنا نجمعه. حلو هالحين اكتفينا من الكول ومن شو اسمه البودرة حقت الجن بودر. بس هالحين رايح البيت. كم معي انا؟ هنا 960 هنا 1070. حلو تمام وضعي تمام التمام. طيب الحين بوجه البيت وبأكمل تصنيع. حلو هالحين وش صنعنا هنا؟ تهتز الكاميرا. لا طيب وش صنعنا هنا؟ خلاص كذا وضعنا تمام. كم عندي طلقة هنا؟ 150 هنا 134. طيب وش نحتاج هنا؟ الجن بودر. حلو 480 يمدينا اصنع بكل سهولة. تمام التمام التمام. طيب خلاص الحين صنعنا الجن بودر. خلاص يمدينا نصنع طلقات اكثر واكثر. وكم يمديني اصنع رؤوس الطلقات؟ 1200 وهنا 400. ما عليه تكفي ان شاء الله كلها تكفي. وهنا عندي 49 49 تمام التمام التمام. طيب خلوني اخذ ال 150 الزايدة هنا عشان احط باقي الاغراض هنا. هذه وهذه وهذا نشيل نحطه مع الاغراض مواد البناء. وين هذا الخشبي وهذا الحديد. وين الحديد؟ هنا بس تنتين. طيب تمام التمام. حلو هالحين صنعت من الشمع والكلوث اللي هو الشطرطون.
بس خلونا نرجع الكلوث الزايد هنا. هنا كم عندي؟ 100. حلو، هذه نحطها هنا بالمية كول، نحطه هنا عند الطلقات، نخلص كله يصنع هناك. طيب ايه باقي هذه اللي هي كم؟ ابي واحدة 22، لا نبي 10 مو من كثر الاسلحة اللي عندي. 10 ما المعدات، لا الاسلحة، لا المعدات صح، الفورجد ايرون حاله يصنع، بس لا الاسلحة، انا اهم ما عندي الاسلحة. اني احيانا توهق ما معي سلاح، ما معي شيء، اجلس مكاني تلفت. طيب والشدقن وين راح؟ اي هذه هي. حلو نخليها جاهزة، هذا نخليه هنا. حلو ان شاء الله جاهزين يعني، بس باقي الاشياء اللي نصنعها. معي 150 طلقة اللي هي الرش، طلقة الاي كي او الرشاش، وفيه تحت التصنيع تقريبا يمديني اصنع هالحين 400 بسهولة باذن الله يمديني اصنع. من هنا لا مو 400، الا 150 300 الا 400 او كذا 500 تقريبا. طيب يا شباب عاد الى هنا ننهي فيديو اليوم، الله يعطيكم العافية على المشاهدة، لاني ما ودي ولا اطوله صراحة بزيادة. واليوم تجهيزات بس الليلة الدموية، يعني تجهيزات الطلقات والاشياء الخفايف، باذن الله الليلة الدموية نكون مستعدين. وحلقة الليلة الدموية المرة، اسف بس بضغط عليكم شوي، المرة بضغط عليكم شوي. 40 لايك خلاص، 40 لايك خلاص ابدا اشتغل على الحلقة اللي بعدها، هذه 33، حلقة 34 اللي هي حلقة الليلة الدموية ان شاء الله باذن الله بعد 40 لايك. اول ما اشوف 40 لايك راح ابدا اشتغل عليها على السريع ان شاء الله. وطيب وخلاص هذا اللي ابي منكم، واسف واتمنى اني ما طولت المقطع، ويعطيكم العافية على المشاهدة. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا في امان الله.